بكده خلصنا الالعاب الفرديه، لكن هنروح للالعاب الجماعيه وهي المسار الكثير بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. هنبدا بكره اليد، وكره اليد دلوقتي في فتره توقف بسبب وجود منتخب مصر في معسكر، هيسافر بعدها يطلع لتونس، هيعمل معسكر في دول اوروبيه، بعد كده هيطلع لتونس، هيطلع لتونس باذن الله للبطوله الافريقيه المؤهله لطوكيو 2020. لكن خلينا اقول ان في خبر كان خبر فعلا حاجه زعلتنا كلنا وزعلت جماهير النادي الاهلي، اصابه كابتن اسلام حسن. اصابه كابتن اسلام حسن اصابه فعلا، اصابه في مكان مؤلم جدا، في مكان فيه مشكله كبيره بين الصدر وبين الكتف، الوتر اللي واصل، اتقطع الوتر اللي واصل في المركز الاولمبي ساعه ما كان بيعملوا يعني قياسات للاحمال بنسبه 60%. اتحققت الموضوع بنسبه 60%، كان راجل مدرب الاحمال في المنتخب المصري بيعمل يقيس احمال، وبدا اسلام يطلع، لكن بدا حصل قطع كبير في بين الثاني الوتر الواصل من الصدر للكتف الشمال، ودي حد ذاتها حاجه كويسه، لان الايد اليمين كانت هتبقى ايد مؤثره جدا بالنسبه لكابتن اسلام حسن. كابتن اسلام حسن سافر على الامارات، عمل عمليه هناك، والدكتور الفرنساوي ما شاء الله العمليه ناجحه، لكن هيتاهل بعد 4 شهور. بكده كابتن اسلام حسن تقريبا بره البطوله الافريقيه للمنتخبات، وكمان في الدوري المصري هيبقى مش موجود، والكاس هيقعد تقريبا لغايه شهر 4 اللي جاي. بنتمنى له الشفاء العاجل، لان كابتن اسلام حسن كابتن النادي الاهلي، لعيب مهم جدا داخل النادي الاهلي وكمان داخل منتخب مصر، تعويضه صعب جدا في المرحله اللي جايه، لان مصر كمان 3 اسابيع او شهر، اقل من شهر، هتلعب بطوله افريقيا. نتمنى لهم التوفيق باذن الله في تونس منتخب مصر، ونتمنى الشفاء العاجل لكابتن اسلام حسن.